الله أكبر. لواء توحيد الفجر 5 كتيبة تحية جمال. يتم تجهيز بصاروخ جراد لاستهداف معقل الشبيحة والنظام في مطار نيروب والدولي. الله أكبر الله أكبر. كتيبة تحية جمال الفوج الخامس يجهزون لاستهداف مطار نيروب صاروخ جراد والدولي. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. لواء توحيد الفوج الخامس كتيبة تحية جمال أبو بهجت يتم استهداف مطار نيروب الدولي بصواريخ جراد. الله أكبر الله أكبر. ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. أنت أنصر الله ينصركم. الله أكبر. 23/11/2013. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سارا لكل شهدائنا. الله أكبر الله أكبر. ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى.